السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة يوميات بسمة وأمها. إن شاء الله يا رب تكونوا كامل لاباس وبخير وبصحة يا رب العالمين. اليوم جيتكم بجولة في السماء، ما كيما تشوفوا هنا كي دخلنا أنا نزلوا في إسبانيا برشلونة. هذا هي الطيارة يتهود بينا هنا، ومن بعد كملوا معايا الفيديو ملي قلعنا من الجزائر وحنا في السماء وكل شيء، ونكثروا الاستغفار والصلاة على خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الجولة تاعنا تعجبكم، ما تنساوليش اللايك. اللي دخلت جديد معنا مرحبا بكم، ما تنساوناش اشتراك تفعيل الجرس. بارك الله فيكم على دعاء تاعكم، ربي يفرحكم، ربي ينوركم كيما راكم تدعيوا لي وتفرحوني، ربي يجازيكم كل خير. كملوا معنا الجولة ومن بعد نزيدو نتلاقاو، كل ما نشوف بلاصة شابة نحكي لكم عليها. حبيباتي كما راكم تشوفوا حنا وصلنا، ركبنا في الطياره في المطار تاع هوالي بومدين الجزائر العاصمه. كاش كاين فول من وهرنا عليها، رحنا لازم الجزائر. حنا ركبنا، شوفوا البلاصه الاولى دائما كي نركبوا في الطياره الحمد لله ربي سخرنا هذا باش في دقائق فوتناها فوق البحر. رحله كامله فوتناها فوق البحر 40 دقيقه، 10 دقائق كانت تهود الطياره، ما كانش 50 دقيقه كنا وصلنا. دوك تشوفوا شويه اي تتمشى بروق من بعد تطلع بينا، ومن بعد نفوتوها كامل فوق السماء. شوفوا فوتناها كامل في السماء فوق البحر. غندير لكم باي باي. والله كامل دعيت لكم اخواتي واخوتي كاملين معايا في القناه، ربي يفرحكم ربي ينوركم. الحمد لله يا ربي ما شقيناش على باطل، الحمد لله ربي دعواتكم كانوا ربي استجاب لنا كاش كان خاصني، الحمد لله يا ربي. وبقاو معايا كملوا معايا الفيديو تشوفوا الرحله كي دايره. تشوفوا هي بدات تطلع هنا الطياره فوق الارض، بدات تطلع. شوفوا طلعت صاي طلعت كاش دقائق رانا فوق الجزائر العاصمه هنا. دونك نركبوا على الشاطئ تاع البحر ونفوتوها كامل البحر. رحله والله غير ممتعه ومليحه ما شاء الله. الطياره تاني واسعه وكبيره احسن اللي نسافروا بها في الجزائر، هذه تاع الخارج. شوفوا الجزائر العاصمه قداش كبيره والبحر تاعها ما شاء الله. نتمنى لكل وحده ان شاء الله كامل تروحوا وتحوسوا وتشوفوا بلادات بلادنا الجزائر، نزيد نكملوا بلادات الخارج ان شاء الله يا ربي في الخير ان شاء الله تحوسوا في الخير. شوفوا البابورات يبانو هنا الشاطئ تاع الجزائر العاصمه. هذا الجناح تاع الطياره وهنا نفوتوها كامل بحر كامل فوق البحر.
منظر الشباب بزاف بزاف، وفي الحقيقة تشوفوه أحسن من التصويرة. وكنت في الطيارة كنت ندعي لكم كامل إن شاء الله ربي يطلع يفرحكم وينجحكم كامل قنواتكم يطلعوا إن شاء الله يا ربي، وكامل أخواتي اللي مريضة ربي يشفيها، واللي عندها زوجها ولا ولادها مرض ربي يشفيهم، واللي خصها السكنة ربي يرزقها السكنة، والموتى ربي يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب، وربي يصلح حال العباد والبلاد والمسلمين كامل، ربي يرضف بينا وبيهم كامل يا رب العالمين. ونخليكم دروك من بعد نزيد نعاود نتلاقى إن شاء الله، نكونوا في إسبانيا. باي باي. بغيتك تشوفوا انا وصلنا الشاطئ تاع برشلونه هنا، شوفوا قلعنا الخمسة قل ربع هنا تشوفوا قريب المغرب، بين ما نزلت كامل في السماء دارت 40 دقيقة، بين ما هبطت ونزلت حبسته كامل 50 دقيقة بيننا بين الجزائر، ولو كان من وهران جينا قريبة أكثر قل ما شاء الله. الناس لقاونا، كاين أخوتنا المغاربة، كاين جزائريين، كاين بزاف. انا كنشوف وحده لابسه خيمه ونعرفها بلي مسلمه، نهضر معاها وكامل وهما ما يفهموناش مليح، يقولون هولا معناها السلام عليكم، هما بداو يهضروا معنا شويه الانجلي شويه فرنسي باش نقدروا نتعاملوا مع بعضنا. وانا نفهم تشوفوا في التراب هذا نهر في اسبانيا، هنا الطياره راها تنزل، انا كي كانت تنزل حسيتني راح تنزل في البحر، شاهدت ومن بعد بدات تنزل نزلت وصلنا للمطار تاع برشلونه. تشوفوا كانت الشمس دقائق بين ما جينا نزلوا ظلمت الحاله ضربه واحده المغرب، والوقت تاعنا تاعنا كيف كيف في المطار تاع برشلونه، شفت الساعه كيفنا كيعندم. ومن بعد نركبوا في طاكسي نكملوا اجراءات في المطار، طولنا شويه ومن بعد نعاود نروحوا للطاكسي نروحوا للوطيل اللي كنا مريزافين فيه، ومن بعد نزيد نصور لاخواتي كامل كل شيء. شوفوا هذا املنا انكم شوفوا كاش ماكلة، ورحنا عند ريستورون تاع حلال وين الاكل عند اخ مغربي هو دي الاكل تاعو مضمون، هما الاخرين كامل نخافو ناكلو عندهم. ومن بعد دورت اوتيل في جهه اخرى وين فيه المطبخ باش نولي نطيب وحدي باش نضمن شاني ناكل طيب طيابي، ما ندير فيه لا دهون تاع لا حتى حاجه. دوك تشوفوا معايا كامل الفيديوهات، مش نحب نطول عليكم ندير لكم هكا فيديو تاع 8 دقائق 9 دقائق. وشكرا على الفرجه وربي يفرحكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.